مثل هذا اليوم ومنذ 10 سنوات أشعل البوعزيزي شرارة الحراك الشعبي في تونس، ومن ثم انتقلت إلى أكثر من بلد في المنطقة، وانطلقت ثورات شعبية لم يتوقع أحد حدوثها في العالم العربي، وأثارت أحلاما بالحرية قبل أن تقمع المظاهرات في معظم الدول وبطرق مختلفة لتحطم آمالا كثيرة. لكن هذا الحدث التاريخي غير وجه المنطقة برمتها، ثورات شعبية تسببت في انهيار سريع لأنظمة بدا أن الخلاص منها مستحيل، وأيقظت أحلاما بالديمقراطية والحرية، لكنها بقيت مجرد آمال لدى بعض الشعوب في ظل ردة الفعل القاسية من قبل بعض الأنظمة، لتخلف مأساة كبيرة من تهجير وقتل وتدمير، ولتتدخل دول أخرى طامعة وتنفذ أجندات بحق الشعوب. بين حصاد ما تعرف بثورات الربيع العربي والآمال، يتضح أن حسابات البيدر خالفت حسابات الحقل، فالإطاحة بأنظمة زعماء مستبدين حكموا بلدانهم بقبضة من حديد لم تبعد شبح الفساد والصراعات الطائفية والطبقية والأزمات عن البلدان المنتفضة التي فاقمت مآسي شعوبها التدخلات الخارجية بأدوات محلية. فمهد تلك الثورات تونس تعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة عمقتها حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، الذي تتهمه المعارضة بدعم الجماعات الإسلامية والارتهان للنظام التركي الساعي إلى جعل البلاد مرتعا للإرهاب بهدف تنفيذ أطماعه التوسعية والاحتلالية في البلدان العربية. غير أن بعض التونسيين سلكوا مسار شعلة الثورة محمد البوعزيزي الذي بدأها قبل 10 سنوات ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بغية طي صفحة المعاناة إلى غير رجعة عبر جهود وتحركات سياسية تقودها بعض القوى المناهضة لحركة النهضة داخل أروقة البرلمان. أحداث كتب المصريون أبرز فصولها بإسقاط سنوات من حكم الاستبداد قبل أن يتسلق الإخوان الثورة بالسيطرة على الحكم لينقلب الغالب مغلوبا، لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر ليتوج المصريون ثورتهم بانتخابات جديدة أعادت لهم ما حاول تنظيم الإخوان سلبه منهم بالقوة. لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار. رحيل القذافي أيضا لم ينهي مأساة ليبيا التي غرقت في الفوضى وتحولت إلى نزاع مسلح قسم الليبيين إلى جبهتين متضادتين، تقف الأولى خلف الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والثانية تصادر قرارها وإرادتها قوات حكومة الوفاق التي رهنت نفسها لمخططات تنظيم الإخوان العالمي بزعامة النظام التركي الذي يعمل على إذكاء أوار الصراع عبر تجنيد المرتزقة وزجهم فيه خدمة لأجنداتها، ويضع العصية في عجلات أي حل سياسي قد ينهي مسلسل المعاناة في ليبيا. حالة من التشرذم والانقسام تعصف باليمن كذلك بسبب التدخلات الخارجية في المعادلة السياسية والعسكرية، فالبلاد باتت مقسمة بين عدة قوى تتصارع بالوكالة لصالح أطراف خارجية، جعلت اليمنيين يئنون تحت وطأة أسوأ كارثة إنسانية في العالم عمقتها الأطراف المتصارعة التي يعد حزب الإصلاح التابع لتنظيم الإخوان أحد أقطابها. أحلام السوريين وتطلعاتهم أيضاً لا تزال معلقة. عسكرة الحراك الشعبي السلمي وحرفه عن مساره بتخطيط ودعم تركي حول آلاف السوريين إلى مرتزقة لخدمة مخططاته الخارجية، وعمل على ضرب أي حل يجمع الأطراف السورية على طاولة الحوار عبر اختزال إرادة السوريين بمجالس وهيئات يسيطر عليها أتباعه من الإخوان وأعوانهم، لترسيخ احتلاله مساحات كبيرة من أراضي البلاد واستمرار مسلسل إخفاقات العملية السياسية التي لم تبصر النور. ومع التحاق الجزائر والسودان والعراق ولبنان بركب الحراك العربي الذي تحطمت فيه بعد فترة وجيزة من انطلاقه آمال الشعوب المنتفضة نتيجة الفوضى السياسية والصراعات الدامية التي أنتجتها التدخلات الخارجية،
ظلت الجامعة العربية ومعها المجتمع الدولي عاجزون عن التقاط زمام المبادرة والإسهام في تحقيق تطلعات الشعوب التي تنشد الحرية والديمقراطية وكف أيادي العبث الخارجية. فأي مستقبل ينتظر الدول العربية التي فتتتها التدخلات الخارجية والأزمات الداخلية ما لم تركن إلى الحوار بين مكوناتها لحلحلة أزماتها الداخلية من أجل إفشال المخططات الخارجية وإبعاد شبح المعاناة عن شعوبها وتصحيح واقعها الذي يجسد مقولة ما أشبه الليلة بالبارحة؟ تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد ومن على منبر الطاولة المستديرة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي لحلقة الليلة، معي من واشنطن الأستاذ أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء، ومن برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، ومن باريس الأستاذ إلي حاتم باحث متخصص في العلاقات الدولية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. أستاذ أيمن، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من عند حضرتك. مسألة تونس، دعنا نركز بداية على تونس. تونس إلى أين بعد 10 سنوات من إطلاق البوعزيزي شرارة الثورة أو الحراك الشعبي في تونس؟ أهلا بك وأهلا بالسادة الضيوف والسادة المشاهدين. يا أهلا. حقيقة تونس كانت الأسرع في عملية التغيير، يعني أقصر مدة استغرقها تغيير رأس النظام في ذلك البلد مقارنة بالدول الأخرى جميعا، أيضا الأسهل والتي انتقلت إلى شكل ديمقراطي يقوم على انتخابات، نظرا لأولا صغر حجم ذلك البلد، اثنين صغر موارده وصغر عدد سكانه، ثلاثة الانفتاح الكبير والعلاقات الكبيرة التي كانت مع فرنسا والغرب، وبالتالي هناك جزء كبير من المثقفين الذين يعرفون ولديهم الحكمة والخبرة من أجل قيادة عملية الانتخابات والانتقال التدريجي الديمقراطي بعيدا عن سفك الدماء وأن يقف الجيش في مواجهة شعبه. تونس الآن يعني نموذج البعض يعتد به أنه نموذج ناجح في الغرب، لكن هناك الآخرين يقولون عكس ذلك تماما، إذ أنه أسوة بكثير من الدول الأخرى. عندما تبدأ في عملية الانتقال الديمقراطي فإن إذا لو كان هناك حزب كبير له خبرات في دول أخرى، عنده علاقات، كان يعمل بشكل سري في ذلك البلد، لديه موارد كبيرة نتيجة علاقاته الخارجية، عنده خبرات سابقة في دول أخرى تدعمه أيضا، ذلك سوف يكون له أدفانتج وله ميزة أنه سوف يسبق الآخرين في عملية الانتقال وإدارة عملية الانتخابات بسبب وجوده السابق وكل هذه الموارد المتاحة له. وهذا ما حصل مع حركة النهضة في تونس التي تصدرت المشهد وأصبحت رقم صعب لا يمكن لهم الاستمرار معها ولا يمكن لهم الاستمرار بدونها، ولم يصلوا بعد إلى التوفيق. نأمل لهم أن يصلوا إلى التوفيق التي تناسب مستقبل تونس المشرق. يعني أستاذ أيمن، حطيت إيدك على الجرح، مسألة الإسلام السياسي، وسنتحدث عن هذه الجزئية في متن الحلقة. أستاذ عبد المسيح الشامي، إذن الربيع العربي بعد 10 سنوات، ما هو الواقع الواضح والمنطق الغائب؟ أستاذ عبد المسيح. بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا. أعتقد أنه بعد يعني ما يقارب 10 سنوات من هبوب رياح ما يسمى بالربيع العربي، أعتقد أنه بات واضح اليوم أن هذا الربيع لم يكن سوى خريف، أعتقد أنها كانت رياح صفراء هبت على هذه المنطقة وزادت بؤسها بؤسا للأسف الشديد. يعني إذا أردنا أن ندخل ربما ببعض التفاصيل، يمكن القول طبعا كما يروج الكثيرين أو كما يقول أن هنالك مؤامرة خارجية كانت وراء، ولا شك أن هنالك يعني أيادي خارجية كانت بشكل أو بآخر تعد وتنظم وترتب ويعني تحضر هذه المنطقة لهذه المرحلة ولهذه الهبة الشعبية. ولكن لابد أيضا من القول بأن هذه الأيادي أو هذه المؤامرة، دعنا نقول، دخلت حدود بلادنا على يعني دابة من الداخل إذا صح التعبير، بين مزدوجين. أعتقد أن الفساد والديكتاتورية والقمع وغياب الحريات وغياب الكرامة، ويعني أيضا إضافة إلى التعصب، انتشار التعصب والتطرف، ويعني أيضا التزمت الديني، أعتقد أن هذا أيضا من أحد أهم أسباب هذه الثورات. دعنا نقول لا شك أن الشعوب كانت وما زالت للأسف الشديد مقهورة
الكورة، واليوم بعد 10 سنوات نستطيع أن نقول أنه ربما يكون هنالك أنصاف ثورات كما تفضل ربما الأستاذ أيمن في تونس حتى الآن، ولكن حتى الآن لا نجد في تونس، أنا ممن زاروا تونس قبل وبعد الثورة، أعتقد أن تونس للأسف الشديد في كثير من النواحي اليوم أسوأ مما كانت سابقا. يعني صحيح أن هنالك تداول السلطة، ولكن هذا التداول يتم بطريقة عسيرة حقيقة وبطريقة لا تخدم مصلحة تونس ولا تخدم مصلحة الإنسان التونسي. أعتقد أن الربيع العربي الذي ربما بدأت رياحه تهب من تونس، يعني بدأ أيضا برياح صفراء من تونس وانتقل حتى إلى يعني بشكل أو بآخر حتى مصر، يعني اليوم أعتقد أنها لم تستعيد حتى جزء من دورها الذي كان قبل الربيع العربي، وهذا أيضا أمر مؤسف. يعني أن تحصل للشعوب على حرياتها أو على الأقل تستطيع القيام بثورات، ولكن حتى الآن لا يوجد أهداف يمكن القول عنها أنها أهداف ثوروية. للأسف طبعا يعني أحد أهم الأسباب والتي أيضا لابد من يعني تسليط الضوء عليها أن شعوبنا لم تكن على مستوى المسؤولية، لم تكن وما زالت لم تزال يعني لا تتمتع بالمستوى المطلوب من الثقافة ومن الوعي الوطني والوعي الثوري والوعي السياسي والاجتماعي والأخلاقي الذي يمكنها من القيام بثورات وبتحويل يعني مسار حركتها السياسية والاجتماعية وحتى يعني الدينية بشكل أو بآخر إلى مسار يمكن أن يبني دول ويبني مجتمعات راقية ويؤمن ربما طرق سليمة وسالمة للشعوب للمستقبل المشرق والجيد وإلى ما هناك. لذلك اليوم يمكن القول أن هذا الربيع للأسف الشديد لم يكن سوى خريف، هو مجرد رياح صفراء هبت على هذه المنطقة ودمرت ما كان بالأساس هش ومبني على أرضية يعني عفنة، ولكن أضاع مع هذه الرياح للأسف أيضا فرصة هذه الشعوب ببناء دول مستقلة ببناء دول حديثة، أدخل إلى هذه المنطقة يعني لاعبين كسر، وأعتقد أن الأيادي التي باتت تعبس في هذه المنطقة أصبحت أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا. يعني هذه النقطة جوهرية ومهمة، حتى لا أطيل على أستاذ إيلي بمتن الحلقة، إذا نسيتها ذكرني واطرحها سيد عبد المسيح الشامي. أستاذ إيلي، مسألة 10 سنوات والحلم لم يكتمل، برأيكم ما هي الأسباب؟ ما الأسباب التي فشلت إلى استكمال هبوب التغيير مسارها في تغيير هذه البلدان، في إسقاط الأنظمة الدكتاتورية، في مسألة الخلاص من الدكتاتورية والخلاص من الفوضى والخلاص من آفات المجتمع مجتمعات كما قال السيد عبد المسيح الشامي؟ مساء الخير وتحياتي لكم وإلى ضيوفكم وإلى الجميع. أولا يجب أن أذكر نقطة قالها السيد عبد المسيح الشامي عندما تكلم وقال أن ليس هذا ربيع بل هو خريف، وهنا أريد أن أذكر ما كان يقوله أمين عام الأمم المتحدة السابق الدكتور بطرس بطرس غالي، كان يصف ذلك بشتاء قارس. أنا أعتقد أن كل هذه المسائل، أي كل هذه الحراك التي بدأت في كل هذه الدول العربية التي نعرفها والتي بدأت فيها هذه الثورات، كانت هناك وراء ذلك أيادي خارجية كما قاله السيد عبد المسيح الشامي. وأنا أعتقد أن هناك مشروع سياسي، وهذا المشروع السياسي ينوي ليس إلى فرض الديمقراطية، أتكلم عن فرض الديمقراطية لأن نعلم أن الغرب يريد أن يفرض هذا المثل أو هذا النظام، أي الأنظمة التي هي متكافئة مع المجتمعات الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها على الدول الأخرى، منها مثلا في أفريقيا ومنها أيضا في الدول العربية ودول الشرق الأوسط خاصة. لماذا نحن لم نصل إلى تغيير هذه الأنظمة؟ أولا يجب أن نعلم أن هذه الأنظمة بدأت ربما بديكتاتورية، ولكن في النهاية كما يقوله مؤسس حزب الجبهة الوطنية الفرنسي جون ماري لوبين، إنه ضد الديكتاتورية والديكتاتوريين في بدء النظام، ولكن مع
تطور النظام هناك نوافذ إلى الحرية. ويجب أن نعلم شيء، أن ليس هناك من نظام أو من مؤسسات ترضى بها الشعوب. أعطيك مثل ما حدث ويحدث في فرنسا من مظاهرات السترات الصفر وكل هذه المشاكل التي تحصل في فرنسا وتذكرنا الحراك في الدول العربية. ولكنني اليوم يجب أن ننظر، وهذا وأريد أشدد، إذا نظرنا إلى كل هذه الدول العربية ما حصل بها بعد كل هذه الثورات التي حصلت. أولا هناك صعود كما قلتم للإسلام السياسي، والإسلام السياسي هو فكر يعتمد ويستعمل الدين لمصالح سياسية، وتدسه بعض الوسائل المخابراتية والأجهزة المخابراتية. هذا مثلا ما بدأ في أفغانستان وأيضا في إيران سنة 1979 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة مخابراتها بدعم المشاهدين لإسقاط الشيوعية وربح المعارك ضد الاتحاد السوفيتي. كذلك دعمت الولايات المتحدة الأمريكية والأجهزة الغربية الثورة في إيران للإطاحة في النظام. ولماذا كل ذلك؟ وهذا ما يحصل أيضا اليوم في الدول العربية الأخرى، للقضاء على التطور الثقافي وعلى النمو والنهوض الاقتصادي في هذه البلاد، وإرجاع تلك إلى البلاد إلى الوراء، وإقامة أيضا فوضى وشرذمة داخلية في كل من هذه الدول. لماذا؟ لأن نحن نعلم منذ عهد الرومان حتى اليوم فرق تسد، وهذا ما حصل مثلا في ليبيا، وكان الرئيس القذافي يقوله إذا سقطت النظام، أي إذا سقطت المؤسسات وتشرذمت المؤسسات، فهذا هو المشروع السياسي، هو القضاء على المؤسسات وإقامة الفوضى. يعني بتتفق بهذه الجزئية مع السيد عبد المسيح الشامي عندما سماها بمؤامرة؟ طيب أنا لا أتحدث عن مؤامرة، أتحدث عن مشروع سياسي. أنا كسياسي فرنسي لدي مشاريع. نعم أستاذ إيلي، يبدو أني فقدت الاتصال مع الأستاذ إيلي، على أمل أن ينضم إلينا مجددا مرة أخرى. أستاذ أيمن عبد النور معنا الأستاذ إيلي. أستاذ إيلي تفضل. لا، كنت أقول أن هذه المشاريع السياسية اليوم في بعضها نجحت وبعض هذه المشاريع لم تنجح. مثلا في سوريا كان من الصعب القضاء على الدولة ومؤسسات الدولة مثلا. وأبدأ نقطتين في عنا مثل العراق ومثل ليبيا، عندما لم تستطع هذه القوى الخارجية بإفراط المؤسسات من الداخل فتدخلت من الخارج في أعذار خاطئة مثل ما حصل مثلا في العراق، أو بواسطة بعض الأعضاء الناتو مثل مثلا في ليبيا عندما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السابق اللي كان موالي للناتو، أي حلف شمالي الأطلسي، أن يقوم بهذه العملية للإطاحة بالرئيس القذافي وإقامة هذه البلبلة في ليبيا. طيب أستاذ أيمن عبد النور، في هذه الجزئية إلى أي مدى تتفق مع وجهة نظر ضيفاي الكرام فيما يتعلق بمسألة الربيع العربي والثورات؟ هناك اختلاف في الشارع العربي، ما هناك من يسميها بالثورة وهناك من يسميها بأنها تندرج ضمن خانة المؤامرة. نعم، حقيقة المؤامرة لا يمكن أن تنجح بدون طرف داخلي قوي وكبير، لذلك لولا ذلك لكنا استطعنا نحن الآن أربعتنا أن نعمل مؤامرة على دولة غنية وناخذها ونخلص. القضية لا يمكن إلا بسبب سوء الأوضاع الكارثية التي كان يعيشها الشعب السوري،
التي أشارت لها تقارير الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتقريره قبل الثورات العربية كلها، أشار أن هناك نار تحت الرماد وأن هناك أمر ما سوف ينفجر في المجتمعات العربية التي معظمها أصبح شابا وتحت سن 21 الذي تنقصه فرص العمل، يتخرج من الجامعات لا يجد فرصة عمل ولا دخل كي يتزوج ويبني عائلة، لا يستطيع أن يشتري منزل أو سيارة، ليس هناك فرص أمامه للهجرة فقد ضيقت عليها وقلت فرص العمل خارج أيضا تلك البلاد التي كانت تصدرها. لذلك كل هذا مجموعة من الشباب لا يوجد دخل، لا يوجد تعليم جيد، تناولتها واستفادت من ذلك الوضع التيارات الدينية المتطرفة وغذتها سواء لأسباب داخلية سواء لأسباب خارجية، لكن كل ذلك لم يكن ينجح. الآن نستطيع أن نتآمر على فرنسا أو على ألمانيا مع الأستاذ عبد المسيح أو على مع الأستاذ إيلي ونعمل انقلاب ونخلص، لا يمكن ذلك. إذا عندما تؤمن لشعبك الحريات أن يعبر عن رأيه، كما ذكر ذلك أصلا أستاذ عبد المسيح، شبكات الفساد عندما يرى الشعب أن مصادر الثروة الطبيعية تسرق من قبل عائلة واحدة، تخزن وتراكم المليارات الدولارات خارج البلد بينما الشعب فقير، تصيبه موجات الجفاف والحكومة لا تتدخل بسبب أن الحكومة يتم تعيينها بسبب العلاقات والقرابات ودفع دفع الأموال من أجل شراء المناصب، بالتالي ليس هناك مسؤولين أكفاء، من الطبيعي سوف تنهار تلك البلد. وبينما هو يرى في نفس الوقت القصور، يرى سيارات الفراري من قبل أولاد صغار يذهبون بها إلى المدارس في الشوارع ويقول لهم له لا نستطيع أن نقدم لك البون الزيت والسكر والخبز المدعوم، لا نستطيع أن نؤمن لك احتياجاتك. طيب ماذا تتوقع من ذلك الشعب الشاب الذي لا يستطيع أن ينظم نفسه في أحزاب سياسية تنقل همومه إلى البرلمان، لا يستطيع أن ينتخب برلمان وممثلين له كي يدافعوا ويوصلوا صوته ويراها في التلفزيون، لا يجد هناك إعلام حر، ماذا تتوقع من ذلك الشباب أن يفعل؟ وقد تنبأ بذلك الأمم المتحدة، يعني هذا الأمر مسجل وموجود، التقرير موجود في 160 صفحة بشكل سنوي، كان يطلع قبل الثورة بحدود 4 سنوات. إذن الأمر، النظام في جميع تلك الدول كان يستطيع أن يستوعب شعبه فيما لو تصالح معه، أمن له المتطلبات الحد الأدنى، لا نقول له أن يؤمن له العطالة مثل الشوماج بفرنسا وبألمانيا، أنه تجلس في المنزل وتأخذ معاشات جيدة على الأقل تكفيك وتؤمن غذائك وغذاء عائلتك والتأمين الطبي موجود مجانا، لا نطلب بأكثر من حد الأدنى الذي يؤمن لهذا الشاب حياة مقبولة في بلده، لا يريد أن يغادر، لا يريد أن يهاجر، لا يريد أن يستقطب وأن يتطرق ضد مكونات أخرى، ضد جيرانه، ضد أهله، ضد شعبه، ضد زملائه في المدرسة وفي الجامعة. هذا ما حصل في سوريا، الأرض خصبة، لذلك لا نستطيع أن نقول، نحن نسميها مؤامرة بالنسبة لتلك الدول يسمونها نحقق مصالحنا، يعني في السياسة مصالح ما في مؤامرة. يعني هلأ إذا أمريكا والاتحاد الأوروبي قرروا يوقفوا ضد تدخل روسيا في منطقة شمال شرق روسيا، في شمال شرق سوريا عفوا، هل هذا يكون مؤامرة ضد روسيا ولا دفاع عن مصالح الناتو والولايات المتحدة؟ يعني السيد عبد المسيح، وجهة نظر الأستاذ أيمن فتح سؤال أو فتح باب لسؤال كبير، يعني ما هو القاسم والمحددات التي تجمع بين الدورات التي مر بها الربيع العربي؟ يعني بشكل أو بآخر طبعا أنا أتوافق مع ما تفضل به الضيفين الكريمين، كلام منطقي وكلام يصب في لب الحقيقة. فعلا عندما نتكلم اليوم عن مؤامرات، المؤامرات برأيي تبدأ من الداخل وقد بدأت من الداخل كما تفضل أستاذ أيمن. القضية اليوم هذه الدول تبحث عن مصالحها اليوم، ما يسمى اليوم أو ما سوق بشكل أو بآخر على أنه مؤامرة هو في أمريكا يقدم كمشروع يعني ناجح للسياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك الأمر في أوروبا وحتى في إيران بشكل أو بآخر. يعني إيران لم تأتي إلى سوريا يعني لإعطاء الشعب السوري أو منحه الحرية والديمقراطية، ولا لي يعني إعلاء شأن سوريا، يعني كما كذلك الأمر حتى الروس، حتى كل هذه الدول بالنتيجة هذه الدول تبحث عن مصالحها. ولكن المشكلة
الأساسية تكمن في داخل هذه الدول، وهذا هو العامل المشترك للرد على سؤالك. أعتقد أن كل هذه الدول، يعني لنرى على سبيل المثال هذه الدول التي دخلها أو حتى التي لم يدخلها الربيع العربي، كلها دول غنية. نحن لا نتكلم اليوم عن دول فقيرة لا تستطيع أن تعطي لشعوبها ما تريده في الحد الأدنى، على الأقل أنه فيما يتعلق بموضوع المعيشة، المأكل والمشرب، المسكن، التعليم، وهذه يعني بالنسبة لهذه الدول تعتبر مصاريف مقدور عليها بشكل كبير جدا ولا تشكل حتى عبء على الميزانيات لو لم يكن هنالك فساد. يعني عندما نتكلم عن ليبيا، ليبيا من أغنى دول العالم، القذافي قبل أن يسقط ويموت كان يتكلم عن أنه سوف يمول عملة عالمية لكل العالم بالذهب. يعني هذا الرجل الذي يملك من الذهب ما يمكنه أن يعني يصنع عملة عالمية لكل البشرية من الذهب، لم يستطيع أن يعطي لشعبه ما يقيه هذه الثورة على الأقل. يعني بالنتيجة كان مستوى التعليم متدني، بلد معزول عن الحضارة، الناس تعيش ربما بشبه يعني جاهلية. الوضع في سوريا، سوريا من أغنى دول العالم وهي تتمتع بثروات هائلة، الثروات تصب في جيوب المسؤولين فقط. وكما تفضل الأستاذ أيمن، بالنتيجة يعني أطفال، يعني شبه أطفال، يعني يقودون سيارات تقدر بملايين الدولارات، يملكون قصور في الخارج، يملكون سلسلة فنادق وشركات في دول العالم ككل. هذه الدول كلها منهوبة. العامل المشترك سيدي، أولا الدكتاتورية، يعني إذا أرد أن نعدد ذلك، أولا الدكتاتورية والقمع وقمع الحريات وقمع الكرامة والدوس على كرامات الشعوب في هذه الدول، الفساد المستشري الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. يعني مرت أنظمة فاسدة في تاريخ البشرية، ولكن لم يحدث أن هنالك أنظمة فاسدة كما هو الحال في هذه الدول القمعية الدكتاتورية العربية، وخصوصا التي مر عليها الربيع العربي. يعني حتى في دول أخرى يعني يوجد فساد، يوجد يعني هذه الدول يعني هنالك من يأخذ من أموال الدولة وإلى ما هنالك، ولكن شعوب تلك الدول تعيش، لا أريد أن أسمي حتى لا ندخل ربما يعني بمواجهات مع هذه الناس، ولكن شعوب هذه الدول تعيش بكرامة، تعيش بمستوى اجتماعي ومستوى مادي جيد جدا حتى. وبالتالي كان يمكن لهذه الدول، كان يمكن لهذه الأنظمة أن تعطي لشعوبها ما يحفظ كرامتها وما يقيها على الأقل. يعني ما هذا الغباء المستشري في عقول هؤلاء الحكام؟ يعني إذا كانوا يريد أن يحكمون هذه الدول لسنين كثيرة، على الأقل كان يمكن أو يجب عليهم أن يقفوا نفسهم يعني خطر اندلاع الثورات عليهم من خلال إشباع الناس وإعطائهم بعض الحقوق، ويعني على الأقل تأمين حياة كريمة لهذه الشعوب. هذا ربما أنا برأيي هو العامل المشترك بين دول الربيع العربي، ويعني هذا كان السبب المباشر أنا برأيي قبل المؤامرة. نعم أستاذ إيلي، تقييم منك حول دور تعامل الأنظمة العربية مع الحراك الشعبي في بلدانها؟ أولا أريد أن أجيب أو أشدد على نقطتين قالها السيد الشامي، وأيضا قالها أيضا السيد أيمن عبد النور حول هذه المسائل التي حصلت وهذه المشاكل التي حصلت في الدول العربية. بالطبع هناك مشاكل داخلية اجتماعية اقتصادية لدى تلك البلاد، ولكن أنا أعتقد كما قلت أن هناك مشروع سياسي، ولم أتكلم عن مؤامرة، أتكلم عندما أتحدث عن مشروع سياسي أي استعمال المشاكل الداخلية في تلك الدول لإقامة هذه البلبلة والقضاء على المؤسسات. الجميع مثلا يعلم أن في تلك الدول هناك فقر أو هناك فساد أو هناك مشاكل أو أخرى، ولكن من الصعب ربما لهذه الشعوب من الداخل أن تقوم بهذا الحراك. فلذلك من أين أتى التمويل لهذه العمليات؟ التمويل يأتي من الخارج، فهناك منظمات معلومة مثل منظمات السيد جورج سوروس التي كانت تدفع لهؤلاء المتظاهرين، إن كان في مصر أو كان في تونس أو كان في لبنان أو كان في الدول الأخرى. في سوريا مثلا كانت هناك مرتزقة كانت تأتي في بداية الحرب في سوريا التي كانت تأتي لإقامة هذه البلبلة.
وكما قلت ليس هناك من نظام أو مؤسسات يقبل به تقبل به الشعوب بسهولة. السؤال المطروح أين الفرق اليوم بين ليبيا مثلا، المغرب والجزائر؟ في ليبيا قبل سقوط الدولة وشرزمة الدولة بالمؤسسات في ليبيا كان الشعب يعيش بطريقة أفضل بكثير من ما يعيشها اليوم، أو من الناحية الاقتصادية أو المالية، أو من ناحية أيضا السلام الموجود على الأرض. فاليوم طيب أستاذ إيلي، قد يخرج البعض ويقول لك، يقول لماذا دائما التخيير بين السيء والأسوأ؟ لماذا أليس من حق كل الشعوب بأن تحلم بحرية مطلقة، ديمقراطية مطلقة، حقوق متساوية، عدالة اجتماعية، عدالة اقتصادية، عدالة ثقافية؟ أنا أشاطرك هذا الرأي، ولكن يجب أن ننظر على الأرض اليوم. ما هو الهدف؟ وهل وصلنا إلى هذا الهدف؟ كلا، لأننا انخرطنا في هذا فيما كان ينويه الغرب بالفعل على الأرض. فالسؤال المطروح اليوم، إذا تحدثنا، كنا نتحدث عن ليبيا، لماذا لا نطرح السؤال حول الجزائر؟ ولماذا لم تكن هناك ثورة حراك في الجزائر أو في المغرب؟ الأحوال في المغرب ليست أفضل من الأحوال سابقا في ليبيا أو في مصر. اليوم ما هو الفرق بين مصر في عهد الرئيس مبارك ومصر اليوم بعد رحيل الرئيس مبارك؟ ما هي الأحوال اليوم في العراق؟ هل الأحوال هي أفضل في العراق كما مما كانت عليه في السابق؟ وحتى لو أتى عليها نظام. طيب أستاذ إيلي، طالما طرحك مخالف ومغاير لوجهة نظر ضيفاي الكرام، رسالة منك للأنظمة في هذه المنطقة في ظل يعني استشهادك بالعراق كحالة وليبيا ودول أخرى، رسالة منك لشعوب هذه المنطقة وللأنظمة الحاكمة في هذه المنطقة؟ بدعم الثقافة واستعمال الثروات الداخلية لإعادة أيضا العالم العربي، وهذا أقوله أيضا ليس فقط لتلك الدول بل للدول العربية الأخرى التي لديها ثروات كبيرة. وعندما نتكلم عن الأوضاع في هذه الدول، ماذا عن السعودية؟ ماذا عن دول الخليج الذين لديهم أموال هائلة؟ ولماذا يقومون ضد الشعوب الفقيرة بهذه الحروب؟ فكانوا يستطيعون شراء هؤلاء الشعوب بمئة دولار في الشهر. وكانت مثلا الحرب في اليمن، استطاعت السعودية أن تشتري الشعب اليمني بربع المبالغ التي دفعتها لإقامة هذه الحرب ضد اليمن. فيجب علينا كشعوب عربية وكأمة عربية بالتضامن أيضا لإقامة نوع من التوازن بين هذه الشعوب. ليس فقط يجب أن ننظر إلى المسائل بين الحكام والشعوب في هذه الدول. فاليوم مثلا ليست هناك من أنظمة كما في السابق. في سوريا هناك المشاكل، في ليبيا أيضا، في تونس أيضا الأحوال، في مصر مثلا، في العراق وغيرها. أستاذ أيمن عبد النور، بداية أريد منك تعقيب على ما تفضل به الأستاذ إيلي، بعدين بطرح عليك سؤال. نعم، يعني الحقيقة ثقافة الحوار كما ورد في مقدمة البرنامج بالتقرير جدا جميلة، ثقافة الحوار التي يفترض أن تكون بين كل المكونات وتلك الأنظمة، هذا ما ينقصنا حقيقة. لأنه النظام يعتبر أي مثقف وخاصة إذا كان مدني سلمي هو عدوه الأول، هو لا يخشى كثيرا من الإسلاميين السياسيين لأنه يمكن أن يعتقل ويخوف بهم الغرب. لذلك من يعتقل هم من يكتبون المقالات الرأي والفكر، وهم الشخصيات التي تنادي بالنضال السلمي. لذلك تخلص منهم في بداية الثورة السورية وقتل 2000 مناضل الذين كانوا ينتمون للحركة اللاعنفية وعلى رأسهم غياث مطر الذين يقدمون له الماء والورد للعسكري السوري الذي كان يضربهم، لأن هذا يضرب بصورتها إذا عندما يقتلهم أو عندما يظهروا في الصور أن هناك متظاهرين سلميين. لذلك ترك لمجموعة من كان يدفع باتجاه التيار المتطرف وأخرجهم من السجون بقرار من رأس النظام، يعني هذه كلها مثبتة بالوثائق.
وأطلقهم في الشوارع من أجل أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويظهر أن الثورة تحمل شعارات إسلامية متطرفة. طيب خليني أنا أخذ دور المخالف لك أيضا في هذه الجزئية حتى أكون عادل، يعني أنا قمصت هذا الدور مع الأستاذ إلي، اسمح لي أيضا معك أن أمارس هذا الأمر. مسألة الربيع العربي، هناك من يقول بأنها جلبت الفوضى وجلبت الخراب وجلبت الإسلام السياسي والإرهابيين والاحتلال، ويقول لك الشاهد هنا نرى ما تفعله تركيا، نرى المرتزقة السوريين بين قوسين باتوا بندقية تتحكم بها تركيا، تارة تبعثهم إلى الصومال، تارة إلى ليبيا، تارة إلى أذربيجان، إلى أرتساخ، وقائمة طويلة من هذه الأفعال أستاذ أيمن. نعم، المشكلة بعد ما تفرض بنية الدولة وبعد ما بتصير بقى عبارة عن تحت أمراء حروب فتختلف العقليات التفكير. الآن في كثير من السوريين إعلامهم مستقل ولا تعني لهم سوريا الواحدة شيء ولا يسمعون عنها، فهم لا يسمعون إعلام النظام السوري، لا يسمعون إعلام المناطق الأخرى، ولكل ضيعة وقرية أصبح لها راديو وموقع كمبيوتر وموقع إنترنت يغطي أخبارها، بالتالي لا يعد يعرف ماذا يحصل في القرية الأخرى التي تبعد 10 كيلومتر. هذه مشكلتنا الآن، تجزأ السوريون إعلاميا ومصادر أخبار وقادة، لذلك لكل منطقة صار في مجلس محلي صغير وقائد عسكري، ولذلك هذه أمراء الحروب ليس لهم مصلحة في أن ينهوا الحرب أو أن يدخلوا في حوار وينهوا الأزمة في سوريا. هؤلاء يغررون كل منهم بحسب المنطقة وحسب الوعي. وخلينا نتذكر أنه في ناس ما أخذت، في ناس خرجت من المدارس صار لست 7 سنين لم تذهب إلى المدرسة، وبالتالي هي أصبح عمرها بحدود 20-21 سنة لا تعرف القراءة والكتابة، انقطعت عن التدريس، فهي قابلة لمسح الدماغ وقبول أي فكرة يعرضها أي واحد متطرف ويظن أن هذا هو العالم وهو يؤدي دور جيد. لذلك عدد منهم تم التغرير به وكمرتزقة للمقاتلة في عديد من الدول خارج سوريا مقابل عائد مالي، كونه ليس هناك مردود عمل لهم في أي مهنة، لا يتقنون أي مهنة، ليس لديهم عمل وليس أمامهم فرص عمل شريك يقتاتوا منها ويقيتوا أسرهم وعائلاتهم وأهلهم. لذلك جزء منهم من إيمان عقلي وفكري وديني ممسوح دماغه وشارك، في منهم فقط عبارة عن مثله مثل الشباب في كثير من الدول الأخرى التي لديها شركات أمنية مرخصة مثل أمريكا، مثل أوروبا، مثل تركيا، مثل روسيا، فاغنر المشهورة، وعبارة عن مقابل أجر مالي مستعدين أن يضحوا بأنفسهم ويقاتلوا في أي بلد ما دام هناك عائد مالي. للأسف هذه لم تكن معروفة في سوريا ووصلنا إلى مستوى منحط جدا، يعني نتمنى أن يستطيع الشعب السوري أن ينهض، يحتاج إلى كفاءات وحكماء، يحتاج إلى ناس وطنيين بعيدين عن مصالحهم الشخصية كي يوحدوا الجهود ونستطيع أن نخرج جميعا من هذه الأزمة، الجميع كل السوريين وليس فقط المعارضة أو مولاة. الآن الأزمة التي واجهها سوريا تهدد بخراب وتقسيم سوريا كلها، هذا حتى يكون الأمر واضح. ونحن الآن في الأشهر المقبلة من هون لحتى شهر نيسان أبريل القادم هي منطقة الخطر، إذا ما استطاع الشعب السوري اجتيازها بشكل مقبول حافظنا على سوريا واحدة موحدة على الأقل من ناحية علم، نشيد وطني، عملة واحدة، جواز سفر، جيش موحد مع بعض الشرطة المحلية. خلاف ذلك نحن نتجه إلى تقسيم سوريا للأسف الشديد. سيد عبد المسيح الشامي، بين هذا وذاك مسألة الآن حضرتك بين الثورة والفوضى ومصطلحات كبيرة، برأيكم ما للشعب وما عليه وما للحكومات وما عليها؟ سيد عبد المسيح الشامي. يعني بداية دعني أعلق فقط على ما تفضل به السيد إلي، أنا طبعا أتفق مع جزء كبير مما قاله فيما يتعلق بأن الأيادي الخارجية أو هنالك مشروع خارجي، هذا لا يختلف عليه اثنين. يعني القضية لا يمكن أن تبدأ مجرد يعني حراك داخلي، الحراك له يعني أبعاد خارجية، والأيادي الخارجية كانت وما زالت موجودة، وكل هذه الدول تنفذ أجندات لها في هذه في منطقتنا. ولكن السؤال يعني بالنتيجة هذه الدول تنفذ مصالحها، يعني تسعى إلى تحقيق مصالحها. القضية لا يمكن اليوم الرهان دائما على لوم الغرب وعلى لوم الشرق وعلى لوم الدول والعامل الخارجي دون أن يكون هنالك تسليط أو تحميل مسؤولية مباشرة على الأسباب التي فتحت الباب وفتحت النوافذ وفتحت الحدود لهذه العوامل الخارجية لكي تصل إلى دولنا ولكي تصل إلى شعوبنا ومجتمعاتنا لكي تفتتها من الداخل.
الدول المحصنة لا يمكن أن تصاب بفيروسات من الخارج، هذا أمر محتم. شو اللي بيحصن سيد عبد المسيح؟ نقطة جوهرية ومهمة جدا، شو اللي بيحصن هذه المجتمعات داخليا؟ هل هي أو هل هو الانفراج السياسي، التعددية في البرلمان، التعددية في شكل الحكم، أم هناك شيء آخر سيد عبد المسيح الشابي؟ أولا العدالة، ثانيا المواطنة، ثالثا الحريات، رابعا أيضا الإدارة الحسنة للدولة بالنتيجة، طبعا إعطاء كل إنسان حقه، المواطنة التامة، يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وليست الرجل يعني المدعوم والذي لديه مسؤول يدعمه هو الذي يستلم المناصب. هذه الأمور إذا تحققت العدالة، إذا تحققت المساواة، إذا تحققت الحريات، إذا كان هنالك عدم وجود فساد، إذا كان هنالك الرجل المناسب في المكان المناسب، إذا كان هنالك حس وطني عالي، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هنالك جزء من هذا الوطن، إن كان فرد أو مجموعة أو قومية أو عرق أو دين أو مذهب، لا يمكن أن يظلموا. بالنتيجة هذا كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي هذا الذي يمكن أن يحصن الدول، وهذا الذي يمكن أن يبني دول حضارية متقدمة قائمة على الحرية، قائمة على المواطنة، قائمة على العدالة، قائمة على الحقوق بين كل المتوازية والمتساوية بين كل أفراد الشعب. أعود لسؤالك فيما يتعلق بين الحكومات وبين الشعوب، أين هي الحلقة الضائعة؟ أعتقد أن الحلقة الضائعة كما قلت ربما هذه الحلقات كلها مترابطة بشكل أو بآخر، الربيع العربي والأدوار الضائعة والمسؤوليات الضائعة تجاه ما جرى، أعتقد أن الحكومات تتحمل المسؤولية الكبرى. هذه الشعوب أعتقد أنه كان مغلوب على أمرها للأسف الشديد. عندما نتكلم اليوم يعني لماذا لم يحدث، أو يعني حتى فيما يتعلق بالدول التي لم يصلها الربيع العربي، هي أخذت أيضا نموذج من الدول التي وصلها الربيع العربي والتي تدمرت، ولكن هذه الدول لما لا تستطيع الآن النهوض في دولها والتغلب على كل ما جاء من جراثيم ومن فيروسات وميكروبات، دعنا إذا صح التعبير بين مزدوجين، مع فتح الحدود لما يسمى الربيع العربي، هو عدم الحصانة الداخلية. هذه الشعوب ليست محصنة من الداخل، لا يوجد قيادات، والأهم يعني هذه النقطة الجوهرية، لا يوجد قيادات. الأنظمة جرفت هذه المجتمعات من قياداتها ومن نخبها الثقافية والسياسية والاجتماعية، وجرفت هذه القيادات بالكامل، ولم يعد هذه الدول، هذه الشعوب لديها قيادات يمكن أن تقود أي حراك. وحتى عندما يظهر أي شخصية سياسية أو اجتماعية أو حتى دينية، لا يعني تسير في ركب الدين السياسي الذي يبنوه هم على مقاسهم، يتم تصفيتها وبشكل كامل وإبادتها وحرقها، وهي ومن يمت لها بصلة. وبالتالي أعتقد أن الأنظمة تتحمل مسؤولية ما جرى، مسؤولية دخول المؤامرات أولا، ومسؤولية عدم قدرة الشعوب على إدارة شؤونها والسير فيما بعد هذه الثورات إلى بر الأمان. وبالتالي الشعوب حتى الآن ليست قادرة، ولا أعتقد أنها قادرة، وللأسف الشديد حتى الدول فقدت الأعمدة الأساسية التي يمكن أن يلتف من حولها الشعب لبناء دولة من جديد، وأعتقد أن الفرص للأسف الشديد باتت ضئيلة جدا ومعدومة، شبه معدومة في دولنا لبناء دول. ربما بعض الدول التي حتى الآن ما زالت أو يعني حافظت على جزء من قوتها، مصر، تونس، هذه دول استطاعت بشكل أو بآخر العودة من جديد إلى بناء دولة، أو يعني إعادة الدولة إلى مستوى ربما قريب مما كانت عليه رغم سوئه يعني. ولكن أعتقد أن دول كسوريا، كليبيا، كاليمن، أعتقد أنها فقدت فرصتها وربما للأبد للأسف الشديد. أستاذ إيلي، أثر الربيع العربي على الثقافة السياسية في تلك البلدان التي مر بها قطار الربيع العربي؟ للأسف هناك تراجع في الثقافة. ولماذا؟ لأن كما تحدث به السيد عبد النور أن هناك جيل كبير مثلا لم يذهب إلى المدارس،
وهناك أيضا تخلف في الطريقة التي تعاطى بها المجتمع، وهذا التخلف يسيطر عليه أيضا ويتلاعب به الإسلام السياسي الذي هو إيديولوجية سياسية تستفيد من الدين أو الاسم الإسلام للتلاعب بتلك الشعوب. طب لماذا نجحت أستاذ إيلي؟ لماذا نجحت؟ يعني من وجهة نظرك، هل هو بفعل تأزم الأفكار والأيديولوجيات القومية، أم نقطة أخرى هي مسألة تقمص دور الضحية الإسلام السياسي ومسألة مبدأ التمكين كما يقال؟ كما قاله السيد أمشيل روتشيلد، أعطيني المال فأستطيع أن أغير لك الدول، وهذا ما حصل لهذه المنظمات. أعطيك مثلا القاعدة، عندما بدأت القاعدة فكانت هناك أموال هائلة تأتي لمساندتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأجهزة المخابراتية الأمريكية، وكانت أيضا السعودية قد انجرفت في ذلك وكانت تدعم هذه المنظمة، وكان أسامة بن لادن الذي اسمه في CIA الأمريكية تيم أوسمان كان عميل للCIA الأمريكي، واعترف بذلك سمو الأمير محمد بن سلمان في مقابلة في واشنطن بوست في شهر أذار 2018، وقال أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على السعودية دعم الإسلام السياسي في منظمة القاعدة. مثلا ثانيا داعش، كيف أصبحت داعش منظمة قوية؟ لأنها أيضا حصلت على المال، وهناك كان البترول الذي كان يستعمل ويباع إلى أوروبا وتشتريه الدول الأوروبية بواسطة تركيا التي كانت همزة الوصل بين هذه المؤسسة والمؤسسات الأخرى. وهناك أيضا مثلا منظمة الإخوان المسلمين، والجميع يعلم أنها منظمة تنتمي إلى الماسونية. فأعطيك مثلا مركزها في لندن هو في المبنى ذاته التي هو فيه مركز الماسونية العالمي في لندن، وذلك يدفع إلى التساؤل، لأنني كما قلت لكم أن هناك أموال تعطى لهؤلاء المنظمات التي تسمى بمنظمات الإسلام السياسي التي تتلاعب بالشعوب، فتأتي مثلا وتعطي معونات إلى الطلاب وتفتح مستشفيات للعناية بالأشخاص، وبذلك تتقرب من الرأي العام الذي وللأسف ومع هذا الفقر وهذه حالة التراجع الثقافي، وكما كان يقولها الدكتور بطرس غالي، هذه الرجعية في هذه الطريقة الاجتماعية تدفع أعداد هائلة من هذه الشعوب للذهاب وراء هذا التيار الإسلاموي التي وراءه هذه المنظمات الكبرى التي هي تمول بواسطة بعض الأجهزة المخابراتية مثل سيستم لانسكي الذي هو معروف، الذي يستعمل المخدرات من أفغانستان ويصنعها في باكستان ويبيعها لدعم مالي لكل هذه المنظمات. نعم، ضيفي من باريس أستاذ إيلي حاتم، باحث متخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكرا لك ضيفي من برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني على كل الكلام الذي أغنيت به حلقة الليلة، وشكرا لك ضيفي من واشنطن أستاذ أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء على كل الإضاءات التي أنرت بها الطاولة المستديرة. شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.